النسيان ظاهرة طبيعية بتحدث لجميع البشر، أحيانا الواحد بينسى الباسورد حقته، بينسى حاجة بيعملها يوميا، لكن هذا شيء طبيعي. بس أحيانا بيكون النسيان مرضي وأسبابه مختلفة، أوقات بيكون بسبب الإصابة بأمراض مثل ألزايمر أو عقب إصابة دماغية أو صدمة انفعالية. هنتعرف على التفاصيل أكثر من جدة. شكرا لك يا هبة. وزي ما ذكرتي النسيان شيء طبيعي، وأحيانا بيحسبوه نعمة في بعض الأحيان قدر الضغوطات الحياة، ضغوطات الحياة اليومية ومشاكلها. ما أدري تتفقي معايا في الحكاية دي ولا لا؟ إيه طبعا، الواحد من كثر إذن مشاهدي الكرام سمعتني يا خلود؟ نعم تفضلي يا هبة. فعلا احيانا من كثر الضغوطات اليوميه فالواحد بيقل تركيزه يعني، وهذا بسبب نسيان. بس يعني النسيان المرضي الله يعينهم، يعني كمان تعامل مع الشخص صعب، اكيد في اسباب، في انواع، يمكن يعني حنتعرف عليها اكثر في هذه الفقره. اكيد اكيد اكيد. وبالاضافه لذلك مشاهدينا الكرام، فقدان الذاكرة الكثير من الناس بتعتقد انه هذا الشيء موجود بس بالافلام، بالدراما، بالسينما، بالمسلسلات، ما بتعتقد أنه ده شيء حقيقي. هو فعلا حقيقي وموجود في كثير من البيوت، ومرض طبيعي له أعراض وله أسباب وله علاج أيضا. طبعا هذا العالم الغامض بعض الشيء حابين نقتحمه هنا في سيدتي، ولكن بعد هذا التقرير خلينا نشوفه سوا. من الطبيعي على أي إنسان أن ينسى في بعض الأحيان، فلا يذكر أين وضع مفاتيحه أو أن ينسى كلمة المرور الخاصة ببريده الإلكتروني، لكن أحياناً النسيان يكون من أعراض أمراض خطيرة. يصنف الأطباء الذاكرة إلى ذكريات فورية كالأصوات والتي يحفظها العقل لبضع ثوانٍ، ذكريات قصيرة الأجل أو القريبة كأرقام الهاتف والتي تستمر ل 15 إلى 20 ثانية، الذكريات طويلة الأجل أو الدائمة والتي يتم استعمالها باستمرار لذلك تبقى حاضرة دائماً. العديد من الأطباء يرى في المرضى الذين يزورونهم بخصوص فقدان الذاكرة بأنهم يعانون القلق، الإجهاد أو الاكتئاب، والذي يرجع إلى ضعف التركيز وقلة النوم. ومن الأسباب الشائعة لفقدان الذاكرة الإصابة بالرأس التي تنتج عن حادث سيارة على سبيل المثال، أو جلطة بالدماغ والتي تقطع وصول الدم إلى الدماغ وبالتالي موت الأنسجة. هذه الأسباب ممكن أن تسبب فقدان مفاجئ للذاكرة، وإما أن يكون نسيان للأحداث قبل الصدمة أو نسيان الأحداث بعد الصدمة. ولتحقق من جدية فقدان الذاكرة الذي نعاني منه وأسبابه وكيف يتم التعامل معه، كلها أمور يجب مناقشتها مع الطبيب. إذا مشاهدينا الكرام، احنا شفنا التقرير واخذنا فكرة عن مرض فقدان الذاكرة او اضطرابات الذاكرة بشكل عام، لكن كالعادة احنا دائما نحب نتعمق في المواضيع ونعرف كل جوانبها مع ضيفتي هنا بالاستوديو الدكتورة منى صواف، مستشار الطب النفسي ورئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الملك فهد بجدة. يسعد مساكي. ومساكي بكل خير. الحمد لله على السلامة. اول شيء سلامات. الله يسلمك. سمعت انه رجولك تعبانة وكذا، كسر بسيط كذا، كسر بسيط وتعدي. كسر وبسيط صعبة يا دكتور. تعدي على خير ان شاء الله. ايش رايك موضوعنا اليوم؟ موضوع مهم جدا، لأنه في تحذير الآن من منظمة الصحة العالمية أنه مع طول العمر وجودة الحياة أصبح في عدد أكبر من المصابين بما يعرف بفقدان أو اضطراب الذاكرة. أنت صححتي لي قبل الهواء، قلتي لي اسمه اضطرابات الذاكرة. مزبوط. أو اضطراب الذاكرة. مزبوط. طيب يعني إحنا دائما زي ما قلت في المقدمة دكتورة منى، بنشوف هذا المرض بنشوفه بالأفلام، بالدراما، بالمسلسلات، أحد طاح وبعدين بيصحى مدري بخطة على الحياة ولا بكف، ما تعرفي كيف بيصحى بيرجع له الذاكرة. لكن إحنا حابين نتعمق فيه أكثر وحابين نعرف أسباب فقدان الذاكرة، كيف بتيجي فقدان الذاكرة. شوفي ستي، عشان نتذكر لابد أنه أول شيء نتعرض لمؤثرات الحياة
نسجلها في خلايا الدماغ، بعد كده نحولها للذاكرة، ثم بعد كده إذا طلب الواحد من نفسه استدعاء المعلومة بيستطيع أنه مرة تانية يرجع يستدعيها مرة تانية. ثلاثة بروسس هذه أو ثلاثة الخطوات ممكن يحصل فيها خلل أو اضطراب، إما في تسجيل المعلومة أو في حفظ المعلومة أو في استدعاء المعلومة. في أمراض لكل واحدة فيهم، بس خلينا نتفق عموما على شيء. إذا جينا وتكلمنا عن الخلل العضوي لاضطرابات الذاكرة، بنتكلم عن مرض معناه إما حاجة من اثنين، يا إما حصل جلطات متكررة في خلايا الدماغ نتيجة إصابة بأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، السكر، بعض أمراض التجلط اللي موجودة، أو نتيجة مرض ثاني اسمه ألزهايمر. الناس لأنه مشاهير العالم اللي عندهم ألزهايمر طلعوا وتكلموا على الملأ، فعشان كده أصبح في اهتمام عالمي بفقدان أو اضطراب الذاكرة. هذا النوع الأول. النوع الثاني اللي هو شوية في دراما وثياتريكال، شوية في استعراض، هذا اللي بنشوفه بالأفلام، بنشوفه في الأفلام، ولكن على فكرة ممكن يحصل في واقع حياتنا. يعني اللي بنشوفه بالأفلام ده ممكن يكون حقيقي فعلا؟ حادث سير، خبطة بالرأس، أشياء زي كده دي ممكن تكون صحيح؟ حادث سير، خبطة في الرأس، بنتكلم عن الفقدان العضوي للذاكرة. اللي أنا أتكلم عنه إنه أحد حصل له صدمة عاطفية، صدمة نفسية شديدة. واسمحي لي أتكلم شوي بوضوح أكثر. أتعرضت مثلا سيدة أو آنسة لحالة اغتصاب جماعي، وبتكون قاسية إلى درجة أنها تفقد الذاكرة تماما لما هو متعلق بهذه الحادثة. هنا بيصير في ما يعرف بالفقدان الوظيفي أو غير العضوي للذاكرة. يمكن هذا من الأشياء اللي إحنا كتير بنشوفها، إنه فجأة الواحد نسي الذاكرة ونسي كل شيء مرتبط به، حتى نسي اسمه، حتى نسي أهله. هذا شوي بيبتعد كتير إلى حد ما عن الجزء العضوي. هنا بندخل في الناحية النفسية أو اللي هي الوظيفية، الخلل اللي ممكن يحصل. يمكن هتسأليني طب إحنا بنشوفه كيف في العيادات؟ بنشوف في العيادات على عدة مراحل. إما المرحلة الأولى إنه الإنسان فجأة نتيجة حادث ما، حتى يمكن يكون ما هم يتذكروا حادث، ليست إصابة يعني، تمام، ولكن حادث قاسي نفسيا، مثل وفاة إنسان عزيز عليه، أو إنه يكون في مكان في خطر معين زي الحوادث اللي هي من صنع الإنسان، خاصة الحرائق أو القتل أو الاغتصاب. فجأة بتلاقيه يدخل في مرحلة نسيان تام لكل شيء ما عدا الأشياء الأساسية عند الإنسان، زي الأكل، زي الشرب، زي الكلام. هذه بتكون موجودة. في حين أنه إحنا يمكن نتكلم على أشياء شبيهة برضو من اللي بنشوفها برضو أيوة. في الأفلام والمسلسلات. خليني بس أتوقف قليلا عشان أعتقد أنه الزميلة هبة عندها استفسار بخصوص هذا الموضوع. عندك استفسار يا هبة صح؟ أي صحيح. مساء الخير دكتورة منى. دكتورة منى، تفضلي. في العديد من الأشخاص اللي بيصير معهم فقدان للذاكرة بيكون الأهالي بيعانوا من صعوبة التعامل معهم، برأيك إيش أفضل الطرق اللي يتعاملوا مع الأهل عشان أول شيء ما يحس المريض بالانزعاج، وفي نفس الوقت يساعدوه أنه هو يستذكر ترجع له الذاكرة؟ لأنه في أوقات فقدان للذاكرة مؤقت لأسباب مختلفة، لحادث أو لأي موضوع. فبرأيك كيف التصرف الصحيح من الأهل والصديقات أو الأصدقاء حتى يساعدوا الشخص اللي مر بهذه المشكلة يعني؟ اوكي، سمعت السؤال هبه؟ للاسف في هو السؤال اوريدي كنا حنمر عليه، اللي هو ايش افضل طرق لتعامل الاهل عشان نعالج المريض بفقدان الذاكره، انه يسترجع ذاكرته، ايش المفروض كيف يتعاملوا مع الاهل؟ هو اول شيء لابد من تثقيف الاهل لتقبل الحاله. ثانيا لابد انه نبعد شوي عن انه بيدعي او بيمثل، شوي هذه غير مقبولة، وبتساعد كثير إذا وصلنا لمرحلة التقبل إلى أنه نساعد المريض نفسه. إذن مرحلة التقبل للأسرة مهم جدا. المرحلة الثانية عدم زي ما نقول نصح المريض مباشرة أو الشخص اللي مصاب بالحالة. يعني إيه نصح؟ إيش ممكن ينصحه؟ بمعنى لما يجي يقول أنا ناسي اسمي، لا، حاول تفتكر، حاول تبذل مجهود. أيوة يعني ما المفروض أن ندخل معه في هذا الجانب، لأنه هذا السيناريو صح؟ بالضبط، لأنه هيديله إحساس أنه اللي حواليه مش مصدقين اللي أنا بمر فيه. وعلى فكرة بس على هامش الثيرة، الجزء النفسي بيكون subconscious level، يعني في مستوى اللاوعي، ما هو مدرك، لأنه في نوع من الادعاء، هذا يمكن خارج مجال الطب النفسي، له علاقة بالطب
الطب النفسي الجنائي ما هنتكلم عنه. الجزء الثاني مهم جدا بالنسبة للحالات الكبار السن اللي بيكون بدأوا يضطربوا في من ناحية الذاكرة في التسجيل وفي استعادة المعلومة مرة ثانية. أيوة بس حكاية فقدان الذاكرة لدى الكبار في السن دكتورة يتهيأ بتكون مزيد يعني شيء طبيعي إذا أنا ماني غلطان، لأنه هم بيكبروا بتخف الذاكرة عندهم. يعني شوفي هذا من الأخطاء الشائعة في المجتمع. والله المفروض إن خلايا الدماغ إذا فقدت لا يستطيع أي شيء يعوضها. الجهاز العصبي المركزي بالذات المخ والعصب البصري إذا فقد أي جزء منها لا يمكن أبدا تعويضها عكس كل أعضاء الجسم الثاني. إذا جينا لكبار السن ممكن تجدي واحد عمره 80 سنة وذاكرته رائعة جدا رائعة ما فيها أي خلل. بس دكتورة ذاكرته بتكون للأشياء اللي هو شباب. لا هذه من علامات شباب. الإصابة بخلل في الذاكرة عشان كذا اسمه اضطراب وخلل وليس فقدان. بمعنى إذا بدأ الإنسان يصير عنده نوع من الخلل أو الاضطراب في الذاكرة أول شيء بيفقده هو الأحداث اليومية اللي حصلت الآن. لذلك مهم جدا يكون عندهم تقويم، يكون عنده ساعة أي أحد بيدخل عليه بيسلم عليه بيقول له أنا فلان، ويحاول قدر المستطاع أنه يعرفه بالأحداث اليومية. هذا جزء. الجزء الثاني في كثير من الأحيان صغار السن، ويمكن هنا أنا هركز عليها كنوع من التثقيف لأنه مو كثير بنعرف إيش الحقيقة. صغار السن أحيانا نتيجة القلق بينسى أشياء معينة. إيش تقصد دكتورة صغار السن؟ صغار السن بمعنى اللي هم في العشرينات في الثلاثينات في الأربعينات أوكي. من العمر، يعني ما وصلوا للسن المتعارف عليه دوليا لظهور ما يعرف بخلل واضطراب الذاكرة العضوي اللي هو سن 65. أقل من ذلك ممكن يحصل، ممكن يحصل ألزهايمر، ممكن يحصل جلطات في خلايا الدماغ عند بعض الحالات. ولكن في عمومنا بتجدي واحد بيقول لك والله أنا ذاكرتي ما هي زي ما كانت زمان، بديت أنسى. ليش؟ لأنه عدم الاهتمام بتسجيل المعلومة. كلنا الآن بنعتمد في الأرقام، بالذات في الأرقام على الجوالات على الديجيتال ثينكس. صح. الجزء الثاني الانشغال الكثير بمتطلبات الحياة والقلق بيخلي أنه ذاكرتي أحياناً ما بتكون جيدة. عشان كده في حاجة اسمها حيل الذاكرة. بنعلم الشباب والشابات الصغار كيف أنه يخلي الذاكرة في أحسن حالاتها بحيل الذاكرة. هتسأليني أبسط شيء زي إيه؟ شفت الكلمات المتقاطعة؟ حضرتك تقصدي حيل الذاكرة اللي هي تمارين لتقوية الذاكرة؟ تمارين للذاكرة. أوكي. الذاكرة تحتاج إلى تمارين تنقية. أوكي. بمعنى خلايا الدماغ عند الإنسان سواء عند الرجل أو عند المرأة فيها اختلافات بحكم الجندر أو الجنس، ولكن الوظيفة قد تكون متشابهة. طب هذه التمارين دكتورة ممكن تأثر إيجاباً للمستقبل في حال كبر الواحد عمره؟ Absolutely. ممكن تكون هذه لها نتائج جيدة؟ بالضبط. لذلك مهم جداً أذكر لك معلومة مهمة. كبار السن اللي ما بيكون عندهم وضوح في خلل الذاكرة اللي بيكون موجود لو عملنا لهم اللي انتوا عرضتوه في التقرير اللي هو يسموه functional MRI كيف خلايا الدماغ بتشتغل عن طريق أخذ الجلوكوز المركز بنستطيع انه نعرف اذا كان في قصور في وظيفة معينة في قسم من أقسام الذاكرة او في خلل تكوين او تجزيء معين في خلايا الدماغ. طب دكتورة أنا أبغى أعرف منك يعني أرجع للموضوع كدا الإنسان كيف بيشوف الأمور. أنا طبعا يعني أعطتيني فكرة ما قصرتي، لكن حابة أتعمق شوية كيف الإنسان ده بيشوف الأمور. هل فعلا زي ما إحنا بنفكر أنه كأنه تولد لا. من جديد؟ لا أبدا. ما في شيء بيفتكره؟ لا أبدا. إذا تكلمنا عن الإنسان اللي فقد الذاكرة نتيجة صدمة خلينا نسميها عاطفية تمام، بيحصل الآتي أنه المركز اللي مسؤول عن التذكر المحيط بهذه الحادثة بيتمسح تماما. بمعنى المحيط بهذه الحادثة اللي هي الفترة، تقصدي الفترة الفترة أو المدة الزمنية المرتبطة والأحداث اللي حصلت أيضا فيها ما بيتذكر. مثلا إذا كان خلينا نقول في حادث حريق ما بيتذكر انه كان في بيته، ما بيتذكر ايش اللي حصل بالضبط، ما يتذكر اي شيء تماما. والمميز فيها يا خلود تعرفي ايش؟ انه تحصل فجأة مش تدريج. هنا كنت بسألك كيف بتصير؟ اوكي. فجأة تلاقي الانسان بعد الحادث يقول انا ماني فاكر اي شيء. ويدرك انه هو غير فاكر. عكس كبار السن اللي بيحصل عندهم تدهور تدريجي في
وظائف التذكر. تمام. وفي بعض منهم يصير عنده ردة فعل انفعالية عكسية إذا واجهتيه. عشان كذا يمكن في البداية قلنا ما نحاول ندخل في تصحيح المعلومات بصورة عنيفة مع كبار السن. الجزء الثاني وهو المهم، أحيانا بتعمل الأسر بعض الحيل، جزء منها جيد ورائع جدا، والجزء الثاني أعتقد نحتاج نتكلم عنه. من بينها مثلا تسجيله في الفيديو، هذه بتنفع في حالات اللي هي بيسموها الفيوجو ستيت أو الحالات الضبابية. أديكي مثل موجود في الكتب وبندرسه للطلبة. سيدة ركبت طائرة من برلين وراحت وذاكرتها كانت مشوشة تماما، لا تدرك أي شيء لحد ما وصلت نيويورك. تمام. لا تتذكر الرحلة ولا تتذكر كيف طلعت الطائرة ولا أي شيء. تصوير هذا الجزء عن طريق الفيديو في سلوكيات مماثلة طبعا بيساعد كثير. الجزء الثاني يمكن أحيانا بيضطر في العيادات أنه نعمل ما يعرف بتهدئة القلق لاستطيع الإنسان أنه يستطيع مرة ثانية يتذكر الأحداث اللي حاصلة عنده. والله دكتورة شوفي، هو موضوع يعني جدا شيق، وبالفعل يعني إحنا حابين نعرف مين هو مريض الفقدان الذاكرة واللي عنده اضطرابات في الذاكرة. بالإضافة إحنا في جزئية لو نقدر ندخل فيها باختصار شديد جدا، اللي هو فقدان الذاكرة المؤقت اللي بيحصل بلحظات وبيرجع. هذا بس باختصار شديد حكينا عنه. فقدان الذاكرة المؤقت ممكن يحصل نتيجة جلطة دماغية بتحصل فجأة في منطقة معينة، ولكن بيصاحبها في معظم الأحيان أعراض عضوية بتكون موجودة عند الإنسان. الجزء الثاني الفقدان المؤقت ممكن يكون مرتبط بخلل في كهربة الدماغ. زي علامات الصرع عند بعض الحالات، وبالذات اللي هو الصرع اللي جاي من الصدغ اللي هو يسموه تمبرال لوب. هذا ممكن أيضا يكون موجود. المشكلة الكبرى في تعريف فقدان أو اضطراب الذاكرة إنه هو عرض وليس مرض بحد ذاته. ممكن العلاج وممكن الشفاء بشكل تام. أول شيء يجب التشخيص الصحيح، ثم يأتي بعد ذلك دور مين اللي بيعالج. عادة مثل هذه الحالات اللي هي العضوية بيكون طبيب الأعصاب، المخ والأعصاب هو المسؤول عن علاجها، إلا إذا بدأ يصير في عندها أعراض ذهانية أو أعراض نفسية بتأتي للعلاج. العلاج لفقدان الذاكرة نفس الشيء ولا يختلف على حسب الحالة؟ لا، على حسب الحالة. على حسب الحالة. في مثلا أديكي مثل على علاج ألزهايمر، ممكن يكون فجأة زي ما بنشوف، ولا هذا لا علاج طويل وقصة يعني؟ لا، هو في نوعيات معينة من الطرق العلاجية. يمكن في الخمسينات من القرن الماضي كان التعرض لأزمة نفسية مفاجئة ومعاكسة للي حصل له، قد يكون واحد من الأساليب بس ما هو مثبت علميا جديته. أديكي مثل على علاج اضطراب الذاكرة نتيجة ألزهايمر، في أدوية معينة، أدوية عقاقير بتعطى بتساعد على تأخر التدهور، ولكن للأسف الشديد لا يوجد إلى الآن علاج يساعد على رجوع الخلايا اللي ذهبت مرة ثانية. احنا شاكرين تواجدك. أهلا وسهلا. وفعلا موضوع شيق وانا حابة اتكلم معاك اكثر فيه، وان شاء الله لكن بفقرات اخرى وحلقات اخرى من سيدتي. وانتي نراك مرة اخرى دكتورة، ويعطيك الف عافية. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة الصحية اسمحوا لنا ننتقل الى فاصل قصير ونواصل باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، هل ستدخل المرأة السعودية مضمار العمل في المطاعم؟